أذهب إلى ضيفي السيد ألون أفيتار من القدس المستشار السابق في وزارة الدفاع الإسرائيلية. سيد ألون، الآن نتابع هذه العملية التي قامت بها إسرائيل، القوات الإسرائيلية في منطقة مفترض أنها منطقة آمنة، هي تضحي بالمدنيين، هي تضحي بتعهداتها السابقة باحترام حياة وأرواح المدنيين من أجل رجل واحد وهو الضيف. مرحبا للجميع. أنا موافق معك إنه هيك كان الإعلان الإسرائيلي، إنه منطقة مواصي هي منطقة آمنة وهي حماية للمواطنين الفلسطينيين وموقع دائم في الوقت الراهن تبع المدنيين. بس لازم ناخذ بعين الاعتبار إنه لسه نحن موجودين في النص الحادث، لسه ما عندنا كل المعلومات وكل التفاصيل بالنسبة لعملية اللي كانت هناك، شو كان مين كانوا الأهداف الشخصيات هناك القياديين في قيادة حماس، إذا ضيف وسلامة أو بس ضيف. لازم ناخذ بعين الاعتبار إنه ممكن كانوا جنبهم قياديين يعني إضافيين. هل لو كان الضيف وسلامة واثنان آخران من القيادات يبرر قتل أكثر من 50 فلسطيني بريء؟ أنا حبيت التأكيد بخاطر كمان نقطة مهمة، إنه لسه ما عندنا كل التفاصيل من ناحية إسرائيلية. أنا ما بقول على معلومات أو نشر أو أخبار من وزارة الصحة الفلسطينية اللي متابعة لحماس. نحن اتعودنا في السابق كمان إنه المعلومات الفلسطينية ما كانت صحيحة حسب الواقع وحسب المعلومات لكن الإسرائيلية بحكم المنطق يا سيد ألون، منطقة المواصي أكثر منطقة مكتظة كانت مختلفة، يعني يمكن القول حتى على مستوى العالم من أكثر المناطق المكتظة، هي التي أنتم دفعتم الفلسطينيين إلى النزوح إليها من كل أرجاء القطاع واعتبرتموها منطقة آمنة. يعني لو انفجرت صاروخ واحد في منطقة مكتظة بهذا الحجم، ألا يعني ذلك سقوط عدد كبير من الضحايا أيا كان العدد؟ أنا موافق معك، بس شو كان السبب الرئيسي أو المركزي لهذه الاستعداف أو لهذه العملية؟ وجود قياديين إرهابيين تبع حماس وبرئاسة محمد دايف بين المواطنين، هو محمد دايف والقياديين الآخرين بيسترلوا في استغلال من ناحيتهم تبع وجود المدنيين جنبهم. عشان هيك أذن المسؤولية هي على محمد ضيف، وتضرب إسرائيل عرض الحائط بوجود المدنيين أيضا. طيب دعني أذهب معك إلى مسألة، الآن نتحدث عن فكرة تركيز إسرائيل على سياسة تصفية القيادات، قيادات حماس، قيادات كتائب القسام، قيادات الفصائل. هل يعني ذلك أنه إسرائيل ترى أنه ذلك بديل منطقي عن الهدف المعلن، الهدف الكبير بتدمير حماس عن بكرة أبيها؟ أنا بقول كمان مرة، من ناحية إسرائيلية بدون علاقة لاستمرار المفاوضات أو تجميد المفاوضات أو المسألة الكبيرة بالنسبة للنظام في نظام في قطاع غزة أو مستقبل قيادة حماس أو مش مستقبل قيادة حماس. المهم هو من ناحية إسرائيلية إنه في مصلحة جدية ل تحقيق الأهداف العسكرية هناك، وهي كمان تدمير وقتال قتال. أنا بقول كمان مرة بدون أي تردد، قتال القياديين تبع حركة حماس. هل أنا أسأل سؤال سيد ألون، هل تدمير قيادات حماس هو بديل عن تدمير القدرات العسكرية لحركة حماس بالكامل؟ يعني لو فرضا أنه تم إسقاط وزير الدفاع الإسرائيلي، تم اغتياله، هل يعني ذلك سقوط الجيش الإسرائيلي؟ أنا ما بفكر أنه في أولوية هو رقم واحد هو رقم اثنين وهي بديل أو مش بديل. القضية أنه أو المسألة أنه في كائمة طويلة، الكائمة عندها هناك أهداف شخصية، أهداف عسكرية، أهداف بنية تحتية وكل متابعين لحماس، وهذه المعركة راح تطول أكثر من شهر، تطول أذني كمان أكثر من سنة. نحن نحكي على واقع جديد من كل النواحي، ما يتعودنا لهذا الواقع في السابق في تاريخ المنطقة. وعشان هيك
إذا مش إذا الهدف ما يكون بكرة وراح يكون بعد سنة أو بعد سنتين. لازم نأخذ بعين الاعتبار إنه من ناحية إسرائيلية تدمير القدرة العسكرية الرئيسية تبع حماس قصده إنه راح يكون قتال أو ارتيال للكيادين، ويكون كمان تدمير مواقع عسكرية زي مخازن أسلحة زي قيادات من ناحية البنية التحتية وأنفاق وإلى آخرين. بس لازم نكون صابرين. تفضل تفضل سيد علون. أنا بقول إنه هاي بحتاج للصبر. إحنا تربينا وتعودنا من الإخوان الفلسطينيين إنه لازم نكون صابرين. عشان هيك هلا كمان أنا بقول إنه أكيد الكيادين تبع حماس بيتخبوا بين الناس بين المدنيين بيستغلوا الحماية الإنسانية وجنبهم كثير من المدنيين، عشان هيك هذا راح طول. قطاع غزة هي مش معقدة من ناحية منطقة معقدة من ناحية الأيديولوجية العسكرية أو هي فقط المشكلة يا سيد ألون أنه إسرائيل لا ترى أنه المدنيين اكتظاظ قطاع غزة بالمدنيين لا تراه مشكلة، يعني من أعادي بسهولة ممكن التضحية بهؤلاء المدنيين، يعني ما هو هذا ما حدث. طيب ما يعني إذاعة الجيش الإسرائيلي تقول أنه الضيف كان مختبئ في مكان فوق الأرض ضمن المنطقة الإنسانية غربية خان يونس، كان مختبئ في مكان فوق الأرض الضيف، وبالتالي هنا فور ما علم مكانه بصرف النظر عن طبيعة الأثمان والضحايا والخسائر البشرية الهائلة تم إطلاق الأمر بالقيام بهذه العملية. أنا بقول إنه محمد ضيف انتخر لحاله إنه المحل أو الموكن تبعه يكون هناك بين المدنيين. إذا هو الجبار لازم يطلع برا. هو وسينوار. ليش بخاف؟ ليش يعني برا إلى أين يعني أين تريدهم أن يذهبوا يعني؟ أنا زي كيادين إسرائيليين هل بمشبه. أنا ما بعمل أي مشبه بين منظمة إرهابية للجيش في دولة ديمقراطية، بس أنا بقول إنه نحن عندنا علاج ما كيادين إرهابيين هم متبعون لمنظمة إرهابية، والتصرف الشخصي والتنظيمي تبع منظمة إرهابية مختلف من كل منظمة أخرى. أنت ألقيت اللوم وقلت أنه نحن يعني اعتبارات إسرائيل أنه هو الرجل تواجد في منطقة مأهولة بالسكان، تقول أنه كان عليه أن يذهب إلى منطقة نائية، إلى أين؟ يعني تريد منهم الذهاب إلى أين؟ ما هو منطقي أنه هذه قيادات عسكرية تريد الاختباء، هي تريد التستر، هي تريد الحفاظ على حياتها، لكن النقطة هنا هل ستقدم إسرائيل أيا كانت الخسائر أيا كانت الضحايا ستقدم على مطاردة هؤلاء الرجال إلى الأبد؟ حتى لو أتت على كل تعداد السكان الفلسطيني، يعني هل هذا هو المنطق؟ بخطرك لو سمحت يا أستاذة بدي أذكر المشاهدين إنه قيادة حماس سرقت ملايين من الدولارات من السكان وبنوا أنفاق على حساب السكان، على حساب الحياة اليومية تبع السكان. معناته إذا نحكي على حفاظ على حياة اليومية وعلى حياتهم تبع السكان، المسؤولية هي على كتف قيادة حماس ومش على إسرائيل. بس أنا بقول كمان مرة وحبيت التأكيد، إسرائيل من ناحيتها معتمدة وملتزمة لقانون الدولي وملتزمة لقوانين زي الدولية زي كل دولة اللي متبعة للمجتمع الغربي. نحن مش دولة ديكتاتورية، والتصرف العسكري الإسرائيلي هو مش زي دولة في زي إيران أو زي روسيا. أنا بقول كمان مرة، إذا في حاجة لانتباه إسرائيلي عسكري بكل ما تعلق لتنفيذ العملية العسكرية وهي بتعتمد على معلومات استخبارية طيب وتنفيذية مش عادية، أذني كل الحسابات موجودة دعني على الدولة. دعني أسألك سيد ألون في نقطة مهمة، لأنه الآن حركة حماس في ردها على هذه العملية قالت أنه هذه العملية تعكس أنه إسرائيل ليست جادة في مساعي صفقة التهدئة، وبالتالي هذه العملية ستعقد من المفاوضات. هل يأخذ الجيش الإسرائيلي في هذه التحركات في هذا النوع من العمليات في اعتباراته
المسار السياسي، المسار الدبلوماسي، رد فعل الوسطاء، رد فعل الحليف الأمريكي، هل سيستحسنون هؤلاء قيام إسرائيل بعملية كهذه في الوقت الذي تحاول فيه كل الأطراف لملمت يعني الوضع المهترئ في رفح وفي غزة؟ أكيد كل الحسابات موجودة على طاولة في هذه الملف أو في هذه العملية، هم جزء من العملية. التأثير والتداعيات والنتائج اللي ممكن بتكون بعد عملية زي اغتيال الضيف والتداعيات والنتائج اللي ممكن بتكون بعد عملية زي اغتيال الضيف هم جزء من الحسابات. بس حبيت التأكيد كمان في هذه الفرصة إنه من ناحية إسرائيلية عسكرية، الأوامر أو الأمر لاغتيال قيادي رقم واحد رقم اثنين هذا كمان بموافقة وبأمر وبضوء أحضر من القيادة السياسية من المستوى السياسي في إسرائيل، عشان في كمان ممكن بتكون تأثير، ممكن يكون تأثير أو تعديات بشكل مباشر وبشكل التفافي على ملف المفاوضات. عشان هيك الموافقة أجت من القيادة السياسية في إسرائيل إنه تعطي أو أعطت ضوء أحضر لقيادة الجيش لتنفيذ هذه العملية في خان يونس أو في كل منطقة أخرى. بس أذني لازم ناخذ بالاعتبار كمان كوجهة نظر إنه هيك وهيك النقطة الابتدائية للمفاوضات ما كانت إيجابية. أذني الظروف تبع بداية المفاوضات ما كان هناك توتر، عفوا ما كان تطور، وما رأينا هناك أي تقدم جدي من ناحية المسافة بين الجانبين بين الأطراف. وأذني عشان هيك، عشان المسافة والفرق بين الجانبين، إسرائيل أخذت قرار لاغتيال محمد ضيف عشان ما يكون تأثير مباشر وجوهري على مفاوضات، إنه طالما ما كان تقدم جدي هناك بالنسبة لإسرائيل. يعني كل شيء محسوب بالنسبة لإسرائيل. أكيد.